go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. ومع حلول الدقيقة 58 وزع سنجل بالكيس في مخالفة جانبية والمدافع نذير عبد النبي ضعف النتيجة للأمل. فادي بن منصور يتولى التنفيذ، نذير عبد النبي ينهي العملية في شباك عماد الكافي ويعطي الأسبقية للفريق. اللي كانت سايرة فيه المباراة إلى فوز النادي القربي وبعد إضافة 5 دقائق من الحكم فارس بوغاشا، الدقيقة 95 تأتي بالجديد، نذير عبد النبي سجل هدف التعادل. كله وفقني ربي، معناها اخر دقيقه 95 كان بونت النيل لا محاله، مازلنا ما عملنا شيء توا، ان شاء الله في الليله نوصلوا للنيل. تنزل لكن المستوى نتاع اللاعب ما يبان الا في المقابلات الرسميه، ونتمنوا لهم يكونوا في مستوى طيب اللي يسمح لهم باش ان شاء الله يكونوا اساسيين في الموسم. ربح نمسوسه من الجهه اليمنى نذير عبد النبي، وانت واقف من الجهه اليمنى يربح 3-3 والربع تنتهز لفريق الامل. ترجع الكره في وسط الميدان، ترجع لامل حمام سوسه الموسم مع فريق الاكابر، يربط الكره بسرعه تقطع حاوله والتغطيه كانت ناجحه من دفاع فريق امل حمام سوسه. ترجع الكره لعبد النبي مره اخرى في وسط الميدان، يحاول فريق مالك بحر يطلع كره طويله والتغطيه الدفاعيه موجوده من جانب عبد المسلمه، بس بودافرا يطلب المسانده، يجي لقمان بالحاج مره اخرى، صادق قريبي صادق لكن التقدير يعني بالنسبه للاطار الفني نتاع زوز فرق، سواء بالنسبه للاطار الفني او بالنسبه لفريق امل حمص صحيح يعني تحت مجهر، لكن في ظرف بلال بشوف قيدوم فريق الامل. ترجع الكره طيبه، كره ترجع لليمين الظهير الايمن فريق امل حمام سوسه، فرق كبيره مع الفريق الكبير كما بقيه الفرق اللي تعمل اكثر منكم على الفريق الكبير. المباراه الثانيه اذا بين الفريقين من هذا الشوط، واذكر بسرعه بتشكيل المستوى نتاعهم متقارب بشكل كبير، ثم التنافس كان كبير بين ثم فرصه من كل جانب، لكن دائما رفعت الكره بسرعه وسنينا توزيع ويربح تماس فريق الترجي الجزيري، يربح تماس. Let it go.